صباح الخير متابعينا في الأردن، مرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، لكن الطقس يبقى خلال ساعات النهار بارد خاصة في المرتفعات الجبلية، ويصبح شديد البرودة خلال ساعات الليل. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء مستقرة ويوم متفرقة 15 درجة مئوية، الملموسة 13، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل حال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق 18 إلى 6، إربد 19 إلى 7، جرش 18 إلى 9، وعجلون 16 إلى 7 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، نبدأها بالزرقاء 19 إلى 7، عمان 15 إلى 7، البلقاء 16 إلى 9، مادبا 18 إلى 6، والبحر الميت 26 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 16 إلى 6، الطفيلة 14 إلى 7، الشوبك 11 إلى 4، معان 15 إلى 3، والعقبة طقس دافئ 25 إلى 17 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 19 إلى 6، الصفاوي 18 إلى 4، ورويشت 18 إلى 3 درجات مئوية مع طقس صافي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.